حصتنا زينب من الموسيقى ومن الألحان الحلوة رح تكون اليوم كتير كبيرة. رح نحكي فيه عن ألحان الشمال السوري اللي هو المسار الذي تمحورت فيه الموسيقى التي عزفت في الأمسية الموسيقية التي قدمتها فرقة التراث السوري بقيادة المايسترو نزيه الأسعد في دار الأسد للثقافة والفنون. لنعرف أكثر عن هي الأمسية أكيد بدنا نقول صباح الخير بالمايسترو نزيه الأسعد. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مايسترو عم نحكي عن أمسية ألحان من الشمال السوري، يعني من الشمال، هي مخصصة هالأمسية لموسيقى الشمال السوري، فخبرنا عنها أكثر، شو الطابع اللي حملته؟ هلا أكيد لما نقول منطقة الشمال السوري، يعني شمال شرق سوريا أو شمال سوريا كأرياف وكمدينة، مباشرة بتروح ذاكرتنا للحضارات القديمة، حضارة بلاد ما بين النهرين، الحضارات الآشورية وإلى آخره من اللي إحنا نعرفهم من خلال التاريخ. صح. اللي هن كانوا يعني مصدر إشعاع للعالم وصدروا حضارات وثقافات متعددة وانتشرت عبر الكرة الأرضية، ونعرف كلنا هذا الحكي تاريخيا من آلاف السنين. فحتى وقت اللي انطلقت الفنون والثقافات وحتى المظاهر الإنسانية المتعددة من تلك المنطقة، نحن كمختصين أو كمهنيين بالموسيقى نتوجه للاختصاص تبعنا. بنعرف أنه هاي المنطقة طالما فيها هاي الكنوز الثمينة فلابد من وجود كنز اسمه الموسيقى أو اللحن، اللحن السوري الشمالي أو حتى شمال غرب العراق. وبنعرف إحنا في ظاهرة كانت اسمها موسيقى نينوى اللي هي شمال غرب العراق، بنعرف إنه هي متأثرة تقريبا أو الموسيقى السورية الشمالية الشرقية متأثرة بتلك المنطقة، هي جغرافيا واحدة. تسليط الضوء على تلك المنطقة في له خيارات كتير، فهي الخيارات هي بتساعدنا على تقديم مواد دسمة، مواد هامة موسيقيا من خلال أي عمل موسيقي أو حتى أي عمل غنائي، لأنه قدامك احتمالات كتير ممكن تتناوليها كألحان وتتوزع بأساليب مختلفة من خلال مجموعة مزاجات توزيعية، خلينا نسميها صح التعبير، أو مجموعة أشخاص بعض منهم بينتموا لتلك المنطقة يكونوا في إحساس وفي حالة حقيقية، والبعض الآخر قد يكونوا موسيقيين يعني أكاديميين ممكن يتعاملوا مع اللحن التراثي السوري بأسلوب أكاديمي ولبق. تمام. اليوم مع هذا التجديد مايسترو اللي عم نشوفه بالموسيقى والدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية، لكن بعض الأشخاص متعلقين بالتراث وعندهم يمكن ذاكرة أو عشق لهذا التراث، خلينا نحكي اليوم عن أهمية إحياء هذا التراث بشكل دائم يعني ونرضي جميع الأذواق بنفس الوقت. هلا إرضاء جميع الأذواق صعب، أغلب يعني بدك تقولي أنه هناك من يوافق ومن لا يوافق. يعني وقت تطرح التراث بطريقة أكاديمية موزعة قد يغفل لدى الموزع اللحن الأساسي، أحياناً بيروح باتجاه تحديث أو تطوير اللحن من خلال آلات موسيقية معينة أو من خلال نمط أدائي معين، هون ببعد شوي الموزع أو المؤدي عن الحالة التراثية اللي بنعرفها. طب والهوية؟ الهوية هنا هذا الشق الآخر من الموزعين والناس اللي بيهتموا واللي لهم سميعتهم، خلينا نسميها، اللي بيطرحوا الهوية بشكل مباشر مع جماليات بسيطة هارمونية موسيقية. طبعا. يعني هي عبارة عن لوحة مرسومة بس بتحطي لها رتوش خلفية فقط من أجل الجماليات. بس مايسترو هلأ عم نشوف حتى أكبر المطربين عم يرجعوا ليبحثوا بالتراث وخاصة السوري لأنه كتير غني، عم يرجعوا يجددوا أغاني قديمة وعم تضرب، يعني عم ياخدوا الأغاني التراثية من الشمال من الجنوب السوري وعم تضرب الأغاني، عم ترجع الناس تسمعها وتحبها. صح. هلا هذا ذكاء، متى ما انت رجعتي للنبع فانت بتشربي مي صافي بالاخير يعني. تماما. فوقت نرجع للاصاله، الالحان هي الحان ذكيه عفويه، يعني صادره من شرائح مجتمعيه، من روتين يومي، من طقوس كانت الناس تمارسها بشكل اعتيادي، فبتطلع النغمه، بتطلع قصيده شعر، بتطلع هزوجه بشكل عفوي. نحن مثل الدلعونه، مثل ظريف الطول، مثل الميجان، الى اخره من هي التفاصيل تراسية اللي كل العالم بتعرفها. يعني وقت اللي بيجي احد الفنانين او المطربين او اللي عايشين بهالوقت هذا بيعتمدوا على هي المدرسه الاصيله، معناها بده يكون في تعامل في مصداقيه، ما يطرح اللحن باسلوب مغاير للحن الاساسي. يعني هذا نحن بنشد على ايديه بس يكون عنده مصداقيه بطرح اللحن، ما تتغير نغمته، ما يكون في عبث بالتوزيع، يعني ينطرح بشكل بطل، وما عدا ذلك بيكون أدوار ثانوية إذا كان في مرافقات موسيقية حتى وفي آلات إلكترونية أو آلات حديثة. ممكن مشان الجيل هذا بتعرفوا أنه
بيحبوا السرعه والتون او الصوت اللي يعني الصاخب خلينا نسميه صح التعبير، معلش بس يخفف منه ويعطينا اصاله. مايسترو بدنا نشوف شوي كيف كانت اجواء الحفل بدار الاسد وبنرجع اكيد لحتى نكمل حديثنا معك. يعني مايسترو عم نسمع نحن وعم نحس انه فعلا عم نسمع شيء من التراث السوري الجميل، الموسيقى، الالات المميزه، كل يمكن منطقه لها اله معينه هي بتعطي جماليه وحنان وطابع للمنطقه. خبرنا عن هي الامسيه، واليوم قد ايه مهم فعلا انه يعني الموسيقى تقدم مو بس مثل ما قلت الموسيقى العالميه والعربيه والحديثه، لا والتراث، لانه نحن اليوم بحاجه لنتذكر تراثنا، نتذكر شو هي موسيقتنا. الحقيقه المغزى من الامسيه هي طرح اللحن التراثي باسلوب موسيقي وليس باسلوب غنائي. هي كانت ما في غناء اطلاقا ولا كلمه موسيقى. لكن هو تسمعي الاله الموسيقيه هي الخاصه بهالمنطقه عم تعزف لحن معين، انت بذاكرتك هذا اللحن موجود صحيح، بس اكيد ضمنا بدك تترنم بالكلمات، بدك تتذكري حتى شو في كلمه على هذا اللحن والى اخره من هي التداعيات اللي خلال الحفله. يعني هلا كل اله مختصه بشيء، طبعا احنا في هالمنطقه معروف شمال شرق سوريا اله البزق والبغلمه، هاي الالات الوتريه هي لانه نشاتها من هذيك المنطقة فشائعة كثير بالمنطقة الشمالية الشرقية. في آلات نفخ أخرى كمان هي تعتبر هوية لمنطقة شمال سوريا. طبعا بجوز في صعوبة بالنسبة للحفل اللي بحكي تماما صعوبة تواجد العازف الذي يستطيع أن يعزف تلك الآلة، تواجده في دمشق يعني كان في صعوبة بطرح تلك الآلة، يعني كانوا بجوز جغرافيا كان في مشكلة بسفر أو بقدوم. احنا استدعينا أسماء معينة من الناس العفويين وليس الأكاديميين اللي عايشين مع الآلة بطبيعتها، يعني لا بيعرفوا نوطة ولا بيعرفوا قوانين الموسيقى إنما بيعزفوا بإحساس عالي، هدول الناس مهمين كتير. بس إحنا حاولنا بالأمسية قدر الاستطاعة أنه نبرز الهوية الشمالية الشرقية للموسيقى
والحمد لله توفقنا فيها من خلال آراء المستمعين والجمهور اللي كان موجود. هذا بنحكي شوي كمان مايسترو عن الحضور والمستمعين. نحن يمكن شوي بالفترة الأخيرة بنشوف أغلب المستمعين أو المهتمين بالتراث من موسيقى وغيره هن يمكن درجة أعمار معينة، لكن اليوم عم تفوت فئة الشباب وعم نشوف في إقبال عليها. أدي هذا الشيء مهم، لأنه الشباب يمكن هن اللي قادرين يطوروا شوي إذا بدنا نقول باللحن، يحافظوا على الهوية اللحن اللي كنا عم نحكي عنه. كتير مهم يكون في أطفال ويافعين موجودين بالحفلات، ونحن نسعى دائما من خلال تجمعات أخرى، يعني منظمات شعبية أو من خلال مدارس أو خلال وزارة التربية، إنه هذا الجيل اللي يتثقف على هذا الأساس. بالمستقبل بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة هن رجال ونساء، لهم وجودهم، لهم ثقافتهم. فصراحة اللي عم يحضروا في شرائح مختلفة من الأعمار، لكن ما هي الاستجابة لتلك الحفلة؟ بسأل أوقات، بعمل تحريات، يعني بسأل أهاليهم، بسألون هن، حتى في أحيانا طلاب بيقولوا إنه هذا شيء جديد بالنسبة لنا. هو شيء بالنسبة لنا قديم أصيل، بس إني أول مرة بيسمعوا مثلا لحن قد يكون مثل اللي سمعنا، لحن بطيء لكن هو بالذاكرة موجود، بس إني استمتعوا فيه، ذوقوا وحسوا فيه. هالإحساس هذا لازم يتبنوا بقى، وإذا كانوا موسيقيين يتبنوا هذا الإحساس ويشتغلوا عليها فيما بعد، على هي التيمات الموسيقية أو على هي الأسس الموسيقية. فهذا هو المغزى، وأنا بسعى والله بالحفلات دائما أنه أعطي جرعة من التراث دائما، حتى لو كانت حفلة العلاقة بنمط معين من الموسيقى، إلا ما يكون في إدخال لشيء من التراث السوري بشكل خاص. مقصودة مقصودة، لأنه أنا بحب دائما ألمح أنه في عنا مدرسة أصيلة لازم نحن نلجأ لها دائما. والكل عم يأخذ منا هي المدرسة من الألحان دائما، حتى الغرب صار عم دخل الموسيقى العربية بكثرة، عم يدرسوها تماما، حتى قوانين الموسيقى الشرعية عم يدرسوها بأوروبا بمعاهد عالية في أوروبا. ده هذا الشيء فخر لنا أنه نحن عنا كنز. طب اليوم مايسترو، هل بتفكروا أنه كل فترة تعملوا تراث لمنطقة معينة؟ احنا بنعرف انه التراث السوري كتير غني، ومو غني بس انه شمال، لا، في مناطق معينة وقرى معينة تختلف الى طابع مختلف. يعني نحن ممكن يطلع عنا سلسلة حفلات كبيرة عم تحكي عن تراث سوريا الغني، لانه الموسيقى هي مرآة تاريخ الشعوب مثل ما بيقولوا. فخبرنا كمان في هيك الافكار. اكيد في خطه موضوعه، واحنا سابقا احنا عم نشتغل على هي القصه من زمان، يعني مو بس من بدايه الازمه السوريه، احنا حتى مبين للعالم ثقافتنا ومبين انه عندنا هذا الكنز اللي عم تفضلي فيه من زمان. احنا جغرافيا عم نتجه منطقه هي مثل ما قلت بالبدايه، في احتمالات كثير للالحان، احتمالات للنماذج، لحتى الكلمات، حتى للمؤدين والمطربين، كل واحد له لون، كل واحد له نمط لوني غنائي خاص فيه. هلا اكيد هي لن تتوقف الخطه في مناطق طبعا هامه جدا، ارياف، هي الاغاني موجوده عندي، موجوده عند كثير من الاصدقاء، مكتوبه نوتات وحتى مسموعه صوتيا، لكن بدها اعاده اعداد وتنفيذ على المسارح. هذا الشيء اكيد رح يتم، اكيد رح يتم، لأنه نحن وراء هاي الموضوع، لابد من إحياء تراثنا بأساليب مختلفة من خلال بعض الموسيقيين الموجودين في بلدنا حالياً. فإن شاء الله في خطة. تمام مايسترو. الشيء الحلو أنه يمكن السوريين لما بيتواجدوا بأي مكان فهني عشاق للموسيقى، وأكيد هذا الشيء ما في اثنين بيختلفوا عليه. هلأ الحلو أنه نحن نصدر هي الموسيقى، وصارت كتير حفلات كمان بالخارج، لكن اليوم لأسباب كتيرة يمكن خفت شوي هي الحفلات أو كتير خفت. فخلينا نحكي اليوم قديمهم نحن نقدر نصدر شغلنا، إن كان مثل هي الحفلة اللي شفناها قبل شوي، وإن كان بعض البروفات اللي ممكن تصير، إن كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بتنشر إلى حد كبير وبتساعد بالانتشار. صح. هلا يعني منيح يعني كتر خير الله اللي صار فيه وسائل التواصل عبر العالم. نحن أحكي بصراحة أكثر محطاتنا مقصرة بموضوع بث التراث بشكل عام، يعني أنا بحكيها دائما بوضوح إنه يجب تسليط الضوء على تلك المفاصل الهامة بالثقافة عنا. لا يكفي أنه مثلا نصور نعمل حفلة بدار الأوبرا أو بمساح الحمراء أو بمكان آخر، نصورها نعملها ريبورتاج صغير وانتهت القصة. يعني عم مادة دسمة عم تكون موجودة، فشو المشكلة إذا أسبوعيا نعملت بشكل دوري مثلا هيك نوع من الاستعراضات اللحنية التراثية السورية بمختلف محطاتنا بشكل برنامج أسبوعي أو خلال خطة معينة. هون
التكرار يعني بيسوق الحالة، لا يكفي التواصل الاجتماعي، بيسمعوا العالم أكيد، لكن يجب أن يكون لنا هوية وهوية نفتخر بها من خلال بث تلك الأعمال المختلفة، اللي مو بس لفرقة أو فرقتين، في كتير عالم عم يشتغل، حتى في ناس بشكل مفرد عم يشتغلوا على هاي القصة. فأنا برأيي نشر عالميا أو أفقيا لازم يكون تكاتف وتعاضد الأيدي حتى نحسن ننشر هذا الموضوع. نعم مايسترو، يعني بكل عمل أو بكل بداية عمل أو نشر ثقافة أو رسالة أو شيء معين، حتى بالموسيقى في صعوبات كتير. شو الصعوبات اليوم عم تواجهكم بالحفلات اللي عم تأكد على هوية التراث السوري؟ هلا موضوع بعد الآلات الموسيقية، مثل ما حكيت قبل شوي، بعد الآلات الموسيقية الأصيلة، عم يكون في عازفين عفويين موجودين بيعزفوا آلة نفخية معينة أو آلة وترية معينة، لكن مو مثلا معيشين بدمشق او بمكان اخر، او فيني اقول مثلا انتم عم تاخذوا حتى موسيقيين من نفس المنطقه لكن نفس البيئه مشان يعطينا الاحساس، والالات المشهوره فيها. هلا في عندنا عازفين مهمين اكاديميين دارسين نوطه وخريجين معهد عالي والى اخره، بياخذوا العقل بس ما بيحسن يجيب هذا الاحساس مثلا. صحيح. او حتى مغنيين غير ابن البيئه نفسها، مغنيين ايه حتى خريجين واصوات ما شاء الله، لكن بدك مثلا نمط مثلا الجزراوي، ما فيك تجيبي اكاديمي يقلد مثلا لهجه الديريه او لهجه الرقاويه مثلا، بيكون في ابن الرقه او ابن الدير يكون موجود. هي مو صعوبه بقدر ما هي خيارات واحساس كمان بالشيء. هي انا بعتبرها شوي عم تلبكني بصراحه، موضوع اجتذابهم بدك، يعني لازم يكون طريقه المخاطبه، طريقه التعامل هون في دمشق، يعني هي واحدة من الصعوبات. شغلة تانية هي مسألة الثقافة تبع التراث، يعني بقصد إنه في ناس دارسين وعندهم ماجستيرات موسيقى، عندهم دكتوراه موسيقى، بيتعاملوا أحيانا مع الموسيقى إنه هي واحد اثنين ثلاثة أربعة بشكل أكاديمي. مثلا بعطي قطعة لموزع موسيقي إنه بلحن بسيط، بيكون لحن كثير حلو نحن بنحبه والعالم كله بتحبه، بتلاقي بتقتنعي موسيقيا، بتقتنعي أكاديميا ورقميا، لكن تسمعي الخلاصة والنتيجة راحت ميكانيكية صارت. هي أنا بعاني منها شوي معاناة، لكن في دردشة، في حوار مع المؤدي أو مع الموزع، وإحنا هذا الحكي نعرفه من خلال وسائل الإعلام، عم تطلع فرق عم تحيي التراث، عم تتناول التراث بأسلوب لبق وحلو. موسيقى بتسمعي بتستمتعي بالتوزيع الموسيقي، بتستمتعي بالأصوات بكذا، لكن عم تروح النكهة التراثية أحياناً، وعم نحكي معهم بصراحة طبعاً إنه انتبهوا على النكهة التراثية، خليني هيك سميها، يعني اللحن الأساسي والأصلي، لا تقربوا على اللحن الأصلي والأساسي. كتير حلو مايسترو، من خلال تجربتك الشخصية قد بتشوف اليوم كتير شيء حلو إنه نحن نعطي فرصة لو حتى للشباب الجدد؟ نحن ما بكفي ناخد أشخاص يمكن لنا تجارب طويلة بالأداء معهم وبنعرف إحساسهم وبنعرف كل هاي الأمور، في شباب اليوم جداد وعندهم طاقات كتير حلوة وكتير كبيرة، قد مهم من آمن بهي الطاقات كلياتها لحتى نحن ننميها ما توقفهم. والله نحن هاي ملاحقين دائما، بنبحث، نحن ما قلت لك بنبحث عن الناس اللي عايشين بمنقى عن الاعلام، منقى عن الكاميرا، حتى لو كانوا اطفال. هلا عم بصير في مسابقات او من خلال مدارس، من خلال طبعا بالقطر العربي السوري كاملا، عم نشوف مواهب عم تطلع، ناخذ بيدها، عم نحسن نحصل على جزء من هاي المواهب، ما عم نحسن عم نحصل على الكل. وفي اوقات بتصير فعاليات في دمشق عم نستدعي مغنين ما معروفين بس بيعطوكم الاحساس، هذا الاحساس العالي. يجب متابعه تلك المواهب، حتى مواهب العازفين، وفي حتى افكار لحنيه، يعني في ملحنين ما بحياتهم دارسين نوطه موسيقيه، قاعدين ببيت منزوي عندهم احساس عالي، هذا ممكن ناخذ بتامن بهي القدرات مايسترو، ممكن تاخذ من افكارهم تعو بتحمل شوي، خلينا نسميها البدايه تبعهم، هن مبتدئين بيكونوا لكن عندهم مخزون مهم جدا ومتعامل معهم، حتى في منهم طالعون على مسارح هامه ومتابع معهم، في البعض منهم كمل وصار وعطى نتائج حلوه وايجابيه، في بعض اخر ملوا وما كملوا لانه بجوز ما في جدوى، احيانا بيكون ما في جدوى معيشيه، خلينا نسميها اذا كانت العباره دقيقه، من تلك الموهبه بتفرض. اكيد بتفرض، لازم يكون مثلا منتمي الى اكاديميه معينه، مدرس له اسم بالبلد مثلا، اعطى لحن ولحنين وثلاثه، او كتب قصيده وقصيدتين او او او
إلى آخره، يعني بيقول لك وبعدين طب شو أنا بضل هيك؟ خلاص بدي أروح على مهنتي الأصلية، وهديك بعتبرها هواية عبرة. هيك عم يصير بالواقع للأسف. وبعض الآخر عم يكمل وأنا عم يتحدى الظروف، صحيح، وهن أكيد بيسمعوني، أنا متابعون وهن موجودين بالبلد وقلون أهمية الحالية. أكيد مايسترو، شو الجديد اللي حتقدموه هيك بالوقت القريب؟ خبرنا عنه شوي. هلأ الحقيقة في نشاطات ضمن حفلات يعني بمحافظات سوريا، مالنا احنا مركزيين طبعا بدمشق، احنا في جولات ممكن تصير على بعض المحافظات لنفس الغرض اللي عم نحكي عنه. أكيد لو حتى لو كان حفل له اتجاه خط، خليني اسمي خط كلاسيكي أو شيء، بس في تمريقة رح نمرق شيء من التراث. في مهرجان بقصر العظم حاليا يعني كديكور، قصر العظم معروف، بس تعدي بقصر العظم ديكور لحاله موجود، الإضاءة لحالها بتفرض حالها، الأجواء المسائية تعطيك هي النكهة التراثية. ففي حفل قريب. قادم قريب بقصر العظم إن شاء الله مع أوركسترا الموسيقى الشرقية عم نحضر له. أكيد مبسطنا فيك كتير مايسترو، بدي أتمنى لك التوفيق، ولكل شخص قادر يعطينا هذا الإحساس الحلو يلي سمعنا بعتبرهم جنود مجهولين، خلينا نقول أكيد. رغم ما ذكرنا أسماء لكن الكل يعطيهم ألف عافية، ناطرين كل جديد منك مايسترو. شكرا لك. شكرا لاهتمامكم. شكرا لوجودك معنا مايسترو.